هيروح لموضوع اخر، لكن لسه مكملين برضو في دراما رمضان. من الحاجات الحقيقه الملفته في دراما رمضان السنه دي هي الموسيقى التصويريه اللي بتلعب دور مهم جدا في احداث المسلسلات. على راس الاعمال دي وعلى راس الاعمال المميزه الحقيقه في موسيقاها التصويريه مسلسل الكتيبه 101 واللي قدمها الموسيقار خالد حماد. كمان السنه دي بيخوض تجربه مختلفه في الموسيقى التصويريه لمسلسل جعفر العمدة، مسلسلين خطهم الدرامي مختلف تماما. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الموسيقار خالد حماد. برحب بيك ومنورنا في التاسعه، وكل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين، اهلا بحضرتك واهلا بكل الناس، كل سنه وانتم طيبين. طيب يعني انا ببارك لك طبعا على نجاح الموسيقى التصويريه للمسلسلين. هنروح نسمعهم ونرجع نكمل كلامنا معاك على طول. موسيقار خالد حماد طبعا برحب بيك مرة تانية. واحنا بنتفرج على مسلسل كتيبة 101 أو مسلسل جعفر العمدة، دايما الموسيقى التصويرية لأي عمل درامي بتبقى مصاحبة لينا في مشاعرنا حتى واحنا بنتفرج. في وقت ما انت كنت بتتخيل شكل الموسيقى إن كان لكتيبة 101 أو جعفر العمدة، إيه العوامل اللي انت بتعتمد عليها؟ بالتأكيد طبعا احنا عندنا المخرجين والناس السيناريستات بينقلوا لنا بقى كل التفاصيل بتاعه العمل وبيدخلونا في القصه كما لو كنا شايفينها، لان احنا اكيد بنتكلم من قبل العمل ما يبتدي التصوير بتاعه كده، فاحنا بنكون يعني تقريبا شايفينه ومتخيلينه من كتر الحكي بتاع المخرج معانا والكلام الكتير وكلام عن كل شخصيه وكلام عن الاحاسيس والمشاعر اللي جوه كل موضوع، فبيبقى الواحد عنده تصور كامل كما لو كان شايف المسلسل قبل ما يتصور. فده اللي بيخلينا ايه بنشتغل على هذا الاساس من خلال جلسات الاعداد او البروفات اللي بتبقى موجوده في الاول. الكلام والحكي الكتير اللي في الاول، لان المخرج بيبقى شغال قبليها بشهور طويله ممكن سنه، فبنفضل يعني بيقعد بيحكي بيعرف يخلينا زي ما تقولي ايه بنشوف الصوره تقريبا. طيب زي ما كنا بنتكلم يا فندم انه ممكن مسلسل كتيبة 101 خط درامي مختلف طبعا عن جعفر العمدة، هل هنا الآلات الموسيقية بتختلف؟ ايه اللي بيختلف؟ لا كل حاجة بتختلف، لان هو ممكن انا كان حظي الحمد لله حظي كويس السنه دي ان انا اشتغل عملين من نوعين مختلفين، فهو طبعا الاختلاف النوع نفسه والقصه والجانر نفسه بيخلي الواحد يروح لاتجاه موسيقي مختلف تماما. احنا عندنا واحد فيهم اجتماعي واجتماعي بشكل خاص بشكل معين بالشكل اللي عامله المخرج محمد سامي ومحمد رمضان في جعفر العمده، والناحيه الثانيه عندنا كتيبه 101 موضوع مختلف تماما، موضوع شويه قومي وعسكري وفي موضوع ثاني خالص، فهتلاقي نوع الموسيقى بيختلف، الالات بتختلف، الصيغه اللي بنتكلم فيها بتختلف. طبيعي جدا لما يبقى عندي موضوع اجتماعي بتكلم بلغه معينه، غير لما يبقى عندي موضوع شويه في حربي او كده، يبقى الالات بتتغير، الايقاعات بتتغير، الشكل الحماس اللي هنا غير اللي هنا وهكذا. التيمة او الجمل الموسيقيه نفسها بتكون مختلفه، مظبوط كده؟ اكيد كل حاجه بتختلف، حتى طريقه الكتابه بتاعتنا للعازفين، طريقه الالات، السرعات، كل الحاجات دي بتختلف. وانا عندي مشهد فيه معارك وفي حاجات، وغير لما يبقى عندي مشهد فيه اجتماعي ناس بتتكلم في مشكله اجتماعيه والناس قاعده في البيت، ده موضوع ده موضوع. اكيد الحقيقه انا بهنيك على نجاح الموسيقى التصويريه ان كان لمسلسل كتيبه 101 او لمسلسل جعفر العمده، وبحييك بكل تاكيد موسيقار خالد حماد، بشكرك جزيل الشكر، كل سنه وحضرتك طيب مره ثانيه.